معا لخدمة الناس والمجتمع الشويفتي ومحيطه. إنها جمعية معا التي عودت أهل مدينة الشويفات على الوقوف بجانبهم ومساعدتهم على الصعود الإنسانية والصحية والتعليمية. المستشفيات اللي بتساعدنا هي أكثر مستشفى كمال جنبلاط اللي بتقدم خدمة صحية دائمة وبتراعي ظروف مع الجمعية، وكمان عم ننشئ ديبارتمنت جديدة تخدم المجتمع وتخدم مدينة شويفات، بنحكي عنها إن شاء الله بالعشاء تبع سنة الجاي. مستشفيات المجاورة لمدينة شويفات كذلك الأمر بنتعاون معهم وبيقدموا بعض الخدمات، إنما نحن سنويا صرنا تقريبا بنحط ما يقارب 100 مليون مساعدات كفرق ضمان وفرق وزارة صحة وشوي من الأدوية المستعصية أو ثمنها كتير غالية، وكذلك الأمر بنجيب شوية أدوات طبية نساعد الناس مثل الويلتشير والتخوتي وماكينات التنفس. جمعية معاً مش بس تهتم بالمرضى، نحن كمان بنهتم بالمعرفة والعلم من خلال دعم الطلاب. نحن السنة مقدمين 6 منح لطلاب متفوقين. الجمعية التي يقف إلى جانبها دائماً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تقيم عشاء سنوياً بحضور حشد من الخيرين، وعشاء العام 2019 يرعاه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الداعم لكل نشاطات الجمعية. خيمة جمعية معن السنة بحملة سميناها كمش الدفا، نكون حد أهلنا وحد المجتمع اللي هو بحاجة لنحن نساعده. هيدي الحملة كانت لمدة أسبوع، تقدم فيها عدد من الدفايات وثياب الشتاء والحرامات وكل الاحتياجات اللي ممكن تحتاجها الناس بهذا الفصل. جددنا السنة سيارة لتخدم كمان المجتمع اللي هي لنقل الجثامين، لأنه بحاجة المجتمع لهذه الخدمة. فريق عمل كبير يساعد في هذه الجمعية التي تتميز بالمشاركة بين الشباب والشابات اللواتي يلعبن الدور الأكبر في خدمة المجتمع. نحن منضوي على دور المرأة بالمجتمع، وكرمال هيك أعطينا دور بالجمعية، دور كتير مهم، ومنقوم من خلال نشاطات كتير مهمة منضوي على الامرأة في المجتمع. جمعية معاً لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الأفراد، والعهد الذي أخذته على عاتقها سيبقى شعاراً لخدمة الناس بكل محبة.